ومن الأخطاء أن هناك أدعية أيضا بدعية في وسائل التواصل يقولون هذا دعاء رمضان. سبحان الله، هذا دعاء رمضان، وإذا بشخص يرسل لنا دعاء منمقا مرتبا مجملا على حسب رأيه، وإلا فليس فيه جمال. من لم يبني قوله وعمله على شرع الله فإنه لا جمال فيه، ويقول قل هذا الدعاء، هذا هو دعاء رمضان، وآخر يأتي فيقول هذا هو دعاء رمضان بصيغة أخرى وبلفظ آخر، وهذا من البدع. فلم يرد دعاء خاص بشهر رمضان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليس كل ما يقال يكون صحيحا، وليس كل ما يصل إليك في جوالك تنشره، فيجب أن تتثبت، لأن أهل البدع بدأوا يدخلون في صفوف أهل السنة لكي يفسدوا عليهم عقيدتهم. ومن أحب ما يكون للشيطان بعد وقوع العبد في الشرك، إن عجز عن أن يوقعه في الشرك، أحب ما لدى الشيطان أن يوقع العبد في البدع، لأن البدع بوابة الشرك، بل بوابة الزندقة، بحيث يخرج الإنسان من دينه فيستعيض عن دينه بعبادات قولية وفعلية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان.